يلا بقى، ممكن تحكي لي ايه اللي حصل بالظبط؟ انا السبب في موته. ممكن تهدى وتفهمني بالراحه؟ طارق، انت عارف انا جيت لك النهارده ليه؟ عشان لما قابلتك اول مره شفت انسان عنده قدره على التحدي، انسان عنده حلم، عنده امل كان عايز يحققه غصب عن الدنيا بحالها، مش انسان اللي قاعد قدامي دلوقتي. على فكره انا لو عندي الاصرار اللي شفته في عينيك وقتها كان زماني دلوقتي في حته تانيه خالص. انا كنت غلطان، انا لو كنت سمعت كلام ابويا كان زمانه لسه عايش. ممكن تهدى وتفهمني؟ اخر مره شفته فيها كنا برضو بنتخانق عشان انا منشف دماغي. انت ليه مصمم تحسسني اني ماليش اراده، ماليش كيان، مش من حقي حتى ان انا احلم؟ يعني ايه خلاص مفيش فايده؟ لا مفيش فايده، وانت مش هتعمل غير اللي بقولك عليه. ولو حصلت ان اربطك في السرير ده واحبسك في الاوضه دي طول حياتك. انا بكرهك. بتكرهني؟ بتكرهني عشان عاوز مصلحتك يا طارق؟ بتكرهني عشان عاوزك تبقى احسن واحد في الدنيا دي؟ ماشي يا طارق، بس عموما انت مش هتعمل غير اللي بقولك عليه ومفيش كلام تاني بعدين. خرج كان رايح شغله في الغردقه بس ما وصلش. انا السبب. لا مفيش اي حد يكون سبب في موت حد الا اذا كان قاتل، واللي حصل لوالدك مقدر ومكتوب، فما تحملش نفسك ذنب مش ذنبك. المهم انا كلمت والدتك وقلت لها انا هتقابل الموضوع بنفسي، ان شاء الله بكره هتخرج من هنا. بس عايز اطلب منك طلب، مش عايزك تكلم هاجر تاني، وما يكونش في بينكوا اي تواصل حتى لو هي كلمتك. هتخرج من هنا على كليتك، هتذاكر وهتنجح وهتحقق اللي انت عايزه واللي والدك كان يتمناه، ولو احتجت اي حاجه تعالى لي اقعد معايا وكلمني، اعتبرني زي والدك الله يرحمه. على فكره انا مش وحش قوي كده، وشكرا بجد، زيارة حضرتك دي فرقت معايا كتير. ما تقولش كده يا حبيبي. عايزك توعدني ما ترجعش تمشي مع العيال دول تاني خالص.